السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل.com. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في التفاصيل مشاهدينا الكرام، نود التنويه إلى أن تردد قناة رافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. نبدأ من المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بث مقطع مصور انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام القوات الحكومية بمطاردة واعتقال الطلبة المشاركين في التظاهرات من داخل مدرستهم في مدينة الناصرية. من جانب آخر، أصدرت نقابة المعلمين في المحافظة بيانا استنكرت فيه حادثة اقتحام بناية الإعدادية المركزية ودخولهم إليها عنوة لمطاردة بعض الشباب المشاركين في التظاهرات، ما يعد تصرفا خطيرا وانتهاكا لقدسية الصروح التربوية. كما استنكر العراقيون عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة قيام القوات الحكومية بانتهاك حرمة الصروح التربوية من خلال اقتحامها للمدرسة واعتقال عدد من الطلبة. فلنشاهد. كرضاه عبد كرضاه قبل ذكريات هاي طفولية جوا للمدرسة. لا تصور. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع التعليقات التي وردت حول هذا المقطع في فيسبوك. في أول تعليق لدينا من تغلب حمود الزيدي، يقول: المدرسة حرم وفق القانون الساري. أيضا يقول أحد المعلقين هادي: ذولا مو قوات أمنية وتصرفهم يدل على أنهم من الأحزاب، هكذا يرى هادي. في تعليق من سيف يقول: الله لا يوفق كل سياسي الصدفة الذين حولوا البلد إلى غابة. وضمن التعليقات من صفاء يقول: بلد سايب لا حسيب ولا رقيب، غابة، هكذا يرى صفاء. شارك متظاهرو ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية بتشييع جثمان أحد المنتسبين الذي قتل برصاص عائد للقوات الحكومية، حيث علق العراقيون على هذا المقطع الذي يثبت سلمية المتظاهرين عكس ما حاولت الأحزاب والميليشيات وإشاعته بهدف تخريب سمعة التظاهرات. دعونا نشاهد. طبعا علق كثير من المتفاعلين حول هذا المقطع في فيسبوك. دعونا نعرض لحضراتكم جزءا من التعليقات التي وردت. محمد الساحر يقول: للتوضيح، أنا اللي عرفته كان هو ويا المتظاهرين ساند لهم، والقتل مالته متعمد لتخريب سمعة المظاهرات. تعليق من علي العراقي يقول: الله يرحمه برحمته الواسعة بحق محمد وآل محمد. يا خوي مفهومة شلون يلفقون اتهامات على المتظاهرين، بس ربك ويانا ويفضح نواياهم الخبيثة. تعليق من الحقوقي أحمد حميد يقول: خلي يجون يباوعون من يتهم هؤلاء الشرفاء. وأيضا ضمن التعليقات من أبو حنان يقول: وحق عزيز الله المتظاهرين
بريئين من دم المنتسب مثل الذيب من دم يوسف. طيب ننتقل إلى موضوع آخر. متظاهرو ميسان نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المتظاهر المعتقل منتظر محمد ورفض التهم الكيدية الموجهة للمتظاهرين. دعونا نشاهد. نبقى في هذا الموضوع. خرج متظاهرون أيضا بوقفة استنكارية أمام مبنى المفوضية العليا لحقوق الإنسان في بغداد لمطالبتها بالتدخل لإطلاق سراح المتظاهر منتظر محمد. فلنشاهد. إن القضاء تديره الأحزاب في ميسان. إذا ضاع القضاء ضاع الوطن والمواطن. منتظر لم يحرق مؤسسة، منتظر لم يقتل أحد، منتظر لم يشارك في الاغتيال. الكل يعلم أن الجرائم اليوم في ميسان تدار من قبل الأحزاب، فمنهم من يقتل، وكل يوم نفقد قتيل وعزيز من محافظة ميسان. لم يفعلها منتظر. التشرينيين لم يقتلوا أحد، التشرينيين لم يسرقوا أحد، التشرينيين لم يحرقوا مؤسسة. كلام الأحزاب هذا. طيب طالب العراقيون بالإفراج عن المعتقل منتظر محمد وجميع المعتقلين المتظاهرين عبر وسم الحرية لمنتظر محمد، مستنكرين استمرار عمليات الاعتقال ضد المتظاهرين. دعونا نتابع بعضا من هذه التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. غدير تقول: لمجرد طلع تظاهر وطالب بحقه وبكل سلمية يعتقل ويتعذب وترتكب عليه أشكال وأنواع من تتركب عليه أشكال وأنواع التهم الكيدية، واللي يقتل ويسرق وينهب عايش حياته طبيعي ويسرح ويمرح ما حد يحاكي إنه زمن رديء أو زمان رديء. في تغريدة من علي يقول: علي العراق إلى أين وهو تحت سيطرة ميليشيات إيران الإرهابية؟ يتساءل علي. إيمان تقول: واجب كل إنسان عراقي حر الوقوف مع الوطن. هذه دعوة من إيمان. وفي آخر التغريدات لدينا في هذا الموضوع هاجر تقول: بربكم هذا الطفل شنو ممكن يقدر يسوي؟ تتساءل. ننتقل إلى موضوع آخر. في المقطع الذي ستشاهدونه الآن، مقطع يظهر حالة الفقر والتدهور الاقتصادي الذي يعاني منه العراقيون في ظل حكومات الفساد المتعاقبة، حيث يظهر في المقطع أطفال يفترشون الأرض أمام مستشفى بن غزوان في محافظة البصرة. دعونا نشاهد. يا مستشفى من غزوان، وين هالملابر الذهب الشيعة؟ وشكم ماكو شريف؟ هاي صار هم ينامون يوميا، ينامون من الصبح لليل. الله أكبر يا الكعبة. شوف 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 منك هالكاشي. هذا باب مستشفى من غزوان. فوراما مشيسنا بالهين. الله أكبر. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام بعضا من التعليقات التي وردت حول هذا المقطع في فيسبوك. تعليق الأول من أم ياسر الخفاجي تقول: خطيتهم بركبة الحكومة الفاسدة، حسبنا الله ونعم الوكيل، بهم أغنى بلد، هذا حال أطفاله. تعليق من مجيد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، وقفوهم إنهم مسؤولون. أيضا ضمن التعليقات من شاكر يقول: حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، ناس تكاتل هالجوع وانتم تتعاركون على الكرسي. وتعليق من سعد يقول: المسؤول الأول والأخير عن الفقراء هي الدولة. هذا مختصر الكلام. مشاهدينا الكرام، يعاني العراقيون بطبعا مختلف فصائلهم أشكالهم أعمارهم
من الفقر المدقع الذي نخر طبعا جسد الدولة العراقية، الذي وصل الآن بنسب تصل بحسب الأرقام الحكومية إلى أكثر من 40% من العراقيين هم تحت خط الفقر. نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، الآن مع فقرة صندوق الوارد. وردتنا مناشدة دعونا نقرأها لحضراتكم. الرسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا المواطن أبو محمد من الرمادي، نطالب بالكشف عن مصير أبنائنا المغيبين والذين تم اعتقالهم منذ 6 سنوات في سيطرة الرزازة الحكومية، يرجى إيصال صوتنا من خلال قناتكم الموقرة. هذه رسالة ومناشدة من أحد المواطنين العراقيين. بإمكان حضراتكم أيضا إرسال ما ترغبون بعرضه عبر شاشتنا عبر منصاتنا الإعلامية المختلفة. نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة الهاشتاج. تفاعل ناشطون على موقع تويتر في العراق مع وسم قانون التدرج خط أحمر، للمطالبة بعدم التلاعب بقانون التدرج الوظيفي وعدم المساس بالدرجات الوظيفية للمهن الصحية والعلوم. دعونا نتابع بعضا من التغريدات التي وردت حول هذا الوسم في تويتر. العباس يقول: قانون التدرج خط أحمر، والله لا تراجع إلا باسترداد حقوقنا كاملة. في تغريدة من نور شهاب تقول: العلومي يطالب بدرجاته الوظيفية، حق المعتصمين العلوميين من الدرجات الوظيفية أين؟ تتساءل. طيبة تقول: لا نعمل بالتصريحات والوعود، أكثر من مرة يتم تسويفنا بسبب الوعود والتصريحات النارية، لكي لا ننسى تصريحات عديل أحمود بخصوص العلوميين وغيرها وغيرها. لذلك نحن نعمل ضمن خطة عمل واضحة، نطالب بإدراج فقرة واضحة للعلوميين. أنا بالعراق من أشوف شيء رسمي أصدق صحيح. في تغريدة من عبير تقول: درجات الصحة خط أحمر، العلوميين والصحة درجاتهم ممنوع المساس بها، اعتصام العلوم صار ل7 أشهر يريدون حقهم، أنصفوهم. إذا المشاهدين الكرام، كانت هذه جزء من التعليقات أو التغريدات التي وردت حول هذا الموضوع. نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة القصص المنوعة. توجه عدد من المستخدمين إلى تطبيق تيليجرام وغيره من التطبيقات الأخرى، حيث سجل تطبيق تيليجرام أعلى عدد من التحميل لتطبيق خلال الفترة الماضية. دعونا نتعرف على الأسباب.
ننتقل إلى موضوع آخر. قام موقع تويتر بحذف تغريدة لسفارة الصين في الولايات المتحدة الأمريكية، زعمت فيها أن سياسات الحكومة الصينية قد حررت عقول النساء الإيغور. دعونا نشاهد. انتقال إلى موضوع آخر. الرائدات والمسلمات في الطب أثبتن أدوارهن منذ السنوات الأولى للإسلام. دعونا نتعرف على تفاصيل هذه القصة. ننتقل إلى مقطعنا الأخير في هذه الحلقة. امرأة في 74 من عمرها تمارس رياضة الملاكمة 3 مرات أسبوعيا. دعونا نشاهد. Hareket yapmak lazım. Biraz baktık baktık ne hareket olur olabilir. YouTube'dan buldu 20 seneyi Amerika'da, 10 seneyi Hollanda'da boks kullanıyorlar. Naciye teyze çok farklı bir öğrenci. Çok disiplinli ve çalışkan bir öğrenci. Diğer öğrencilerden farkı tabii ki de iki büyük farkı var. Birinci farkı Parkinson hastası olması. Büyük bir hayranlıkla karşılıyorlar. Hepsi onu gördükçe motive oluyor.
بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.